وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة أخبار الفجر المغربية. نحن اليوم في قلب النادي الأوروبي للصحافة ببروكسل لتغطية الملتقى الأوروبي الذي نظمته الأكاديمية الأوروبية للتنمية والبحث ببلجيكا وبتنسيق وشراكة مع منظمة العالم الإسلامي الإيسيسكو في منتدى تحت عنوان المقدس بين القيم الأخلاقية وحرية التعبير في أوروبا. معنا المدير العام للأكاديمية الأوروبية للتنمية والبحث الدكتور إبراهيم ليتوس. أهلا وسهلا بكم دكتور. شكرا أخبار الفجر، شكرا على الاستضافة، بارك الله فيكم. لماذا هذا المنتدى وفي هذه الظروف بالضبط؟ المنتدى أو ملتقى بروكسل أقيم بعد تدنيس المصحف في السويد كما تعلمون وفي هولندا، وجاء في الحقيقة استجابة لكيفية الرد، لأن داخل الأكاديمية الأوروبية للتنمية والبحث نولي اهتماما كبيرا لهذه الظواهر، أي ظاهرة التطرف لدى الشباب وحتى داخل المجتمعات الأوروبية. فحينما نرى أن هذا التدنيس أو هذا العمل حقيقة اللي هو جاء بدوافع ربما هذا، وهذه يعني كان من إحدى الجلسات التي تناولناها، هي ما هي الدوافع التي تؤدي بالإنسان أو بالمجموعات لتدنيس المقدسات، هل هي إيديولوجية أم سياسية أم غيرها. فنحن نريد فعلا بإقامتنا لهذا المنتدى أن نقف أولا عند الدوافع وعند مفهوم المقدس والمقدسات عند كل دين وكل معتقد. وستلاحظون أن المدعوون، أن المدعوين كلهم من مختلف الطوائف والديانات، فيهم البوذيين والهندوس والعلمانيين واللادينيين وأصحاب المذاهب الإنسانية، بما فيهم طبعا المسلمون واليهود والنصارى والبروتستانت. هذه كلهم أحببنا أن نشركهم معنا، لأن كل منا له مقدساته وله مفهومه الخاص عن هذا المقدس. فبالتالي ما يجمعنا، وهو نحن في هذا الفضاء الأوروبي وفي هذه المجتمعات، ما يهمنا هو السلم الاجتماعي واستتباب الأمن والاستقرار داخل هذه المجتمعات. فمشاركتهم جد مهمة، وإضافة إلى أصحاب القرار، لأن لا يخفى كما لا يخفى عليكم وعلى رأي المشاهد أن القرارات تتخذ في داخل البرلمانات. وأحببنا كذلك أن يكون ليس برلمانيا واحدا أو حزبا واحدا هو الذي يشارك في هذا الملتقى، وإنما أبينا إلى أن تكون هناك مشاركة من جميع الأطياف، فالحزب المسيحي الديمقراطي، حزب الخضر، حزب الاشتراكي، والحزب يعني الفلامنكي، التحالف الجديد الأنفياء، وغيرها من الأحزاب السياسية التي كانت معنا في هذا الملتقى. شهد النادي الأوروبي للإعلام حدثا دوليا بارزا نظمته الأكاديمية الأوروبية للتنمية والبحث بالعاصمة الأوروبية بروكسل بمشاركة وبتنسيق مع منظمة العالم الإسلامي الإيسيسكو، وذلك يوم الأربعاء 8 مارس 2023 تحت عنوان المقدس بين القيم الأخلاقية وحرية التعبير في أوروبا. المنتدى حضرته شخصيات وازنة من أوروبا تمثل البرلمان الأوروبي والبلجيكي، إلى جانب الخبراء والأكاديميين وكذا ممثلي المراكز الدينية ورجال الكنيسة وجمعيات حقوقية دولية، بالإضافة إلى ممثلي الطوائف الدينية والعلمانية، وحضور وازن من رجال الإعلام بأوروبا. استهل الدكتور إبراهيم ليتوس المدير العام للأكاديمية الأوروبية للتنمية والبحث كلمته قدمها حول دوافع التعدي على المقدس في أوروبا والفرص المتاحة لتفويت الفرصة على من يبتغون افتعال سلوكيات العداء ضد المعتقدات. السفير خالد فتح الرحمن مدير مركز الإيسيسكو للحوار الحضاري جاءت افتتاحيته منيرة بأن القرآن الكريم يفيد بقيم السلم والإخاء، ويقدم نموذجا عقديا مثاليا يتحتم على من يتعاملون معه فهم سياقاته قبل اتخاذ مواقف إزاءه. وأشارت إلى الإنجازات التي حققتها الإيسيسكو من منطلق
رؤيتها وتوجهاتها الاستراتيجية على صعيد تعزيز قيم الحوار الحضاري والتعايش والسلام. وتوالت مداخلات المشاركين بكل لغات العالم، وكلها تصب في نهج وقضية المقدس بين القيم الأخلاقية وحرية التعبير في أوروبا. واختتم المنتدى بتوصيات عامة تلاها على الحضور الدكتور إبراهيم ليتوس مدير الأكاديمية بعد انتهاء أشغال أوراش هذا المنتدى. دكتور إبراهيم ليتوس، هل لهذا المنتدى توصيات يمكن تنزيلها على أرض الواقع وكيف سيتم ذلك؟ أكيد هناك توصيات كما قلنا لأصحاب القرار وللخبراء، وبالتالي خلصنا إلى أهم ربما مما نتج عنه هذا الملتقى، ملتقى بروكسل ونحن ننظمه، أن هناك اتفاق بين منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة والأكاديمية الأوروبية أن استجماع الأوراق العلمية، وقد اطلعنا عليها واستمعتم إليها، هي أوراق في الحقيقة أكاديمية بحثية وناقشت الموضوع في عمقه بعمق وفي أبعاده المختلفة الأخلاقية والقانونية والتشريعية. بالتالي نريد من وراء استصدار هذا الكتاب أو إصدار هذا الكتاب الأحرى أن يعمم أو تعمم أشغال المؤتمر على الجميع، لأن الرأي العام الأوروبي هنا يهتم كثيرا بهذه الكتب وهذه الإصدارات، لا سيما إذا كانت لها تعلق بالمقدس كما قلنا، بين حرية التعبير، لأن هذا أحيانا التوازن بين هذه القيم أو بين هذه الحريات ينبغي أن يصوغها رجال القانون ورجال القادة الدينيين، ما هو المقدس كما طرحنا هذا السؤال يعني في الفترة الصباحية، والآن اليوم في المساء طبعا نرى أن هناك إجماعا أو شبه إجماع على أهمية هذا الطرح، هذه الأجوبة على هذا الموضوع الهام الذي تطرقنا إليه اليوم في ملتقى بروكسل. فبالتالي كونه يترجم إلى العربية وإلى الأوروبية كذلك هو معطى مهم، لأن نريد ليس فقط مخاطبة المسلمين وإنما مخاطبة جميع القادة الدينيين كما قلنا، ولا سيما الرأي العام الأوروبي، حيث تتم هنا وهناك بعض الخروقات أو بعض التجاوزات أو استعمال حق حرية التعبير لزرع الكراهية ولتدنيس كما قلنا المصحف الشريف، وتحت ذريعة أنها حرية، ولكن في عند النظر عندما نرى أن هناك دوافع أخرى إيديولوجية سياسية أحيانا أو حقد دفين، نرى أنها ليست لها أو لا تمت إلى حرية التعبير بصلة، وإنما هو فقط دوافع سياسية وأحيانا يعني تنم عن عدم فهم الآخر وعدم يعني استعمال الحرية أو الحق هذا استعمالا صحيحا. نعم، نشكرك دكتور إبراهيم ليتوس على هذا الحوار. كلمة أخيرة. نشكركم كقناة فجر لتغطية هذا الحدث، وكصحفيين وكإعلاميين أنتم طوال هذا الملتقى كنتم معنا، فنرجو أن يكون قد نورنا الرأي العام والمشاهدين والمشاهدات لمناقشة المقدس، بل لمناقشة حتى مواضيع أخرى في المستقبل. فشكرا لكم. نعم، شكرا دكتور إبراهيم. Thank you.